أقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وذلك بنفس الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أقيمت بها صلاة عيد الفطر وبعدد محدود من العاملين بوزارة الأوقاف. وخلال خطبة العيد تناول الدكتور نوح العسوي خطيب عيد الأضحى بالمسجد فضل العمل الصالح في الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، خاصة يوم عرفة، كما تناول في خطبة العيد شروط وفضل الأضحية. نتابع. مع عودة الحياة تدريجيا لطبيعتها بعد انحصار فيروس كورونا بنسبة كبيرة وفتح المساجد أمام المصلين لأداء الصلوات الخمس مع استمرار تعليق الصلوات الجماعية، تأتي صلاة عيد الأضحى بضوابط وقائية وضعتها وزارة الأوقاف سلفا، صلاة أكد خطيبها من أعلى منبر مسجد السيدة نفيسة على أهمية التراحم بين الناس وإدخال السرور على الفقراء وكيفية التعامل مع الأضحية والمأثور عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى. يوم العيد هو يوم التضحية، يوم البذل والعطاء من مال الله عز وجل الذي أنعم الله تبارك وتعالى به علينا وأمرنا بالإنفاق منه من أجل راحة الآخرين ومن أجل إسعاد الأقاجين ومن أجل الفقراء والمساكين ومن أجل إدخال الفرحة والسرور على المرضى واليتامى والمحتاجين جميعا. هو يوم العيد يوم التضحية، تضحية بالمال وتضحية بالنفس وتضحية بكل ما يملك الإنسان من قوة وجهد وغير ذلك، من حتى بالعلم، حتى التضحية بالعلم، حتى التضحية بالوقت من أجل إعانة المحتاجين وإطعام الجائعين وكساء العارين، كل ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل. مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بضوابط وإجراءات احترازية والتزام ووعي المصلين الحاضرين، ويبدأ النحر بعد انتهاء الصلاة ليشهد المصلون ذبح أضحيتهم التي يتقربون بها إلى الله، فالصلاة لله والنحر لله. وتطبيقا للآية الكريمة فصلي لربك وانحر، كما ذكر المولى عز وجل في كتابه العزيز، الأوقاف تبدأ عملية ذبح الأضاحي بمجزر أبي سمبل عقب صلاة عيد الأضحى مباشرة تحت إشراف كامل من العاملين بها وبمشاركة الطب البيطري ووزارة التموين. بدأ الذبح بمجزر أبي سمبل في أسوان بالطريقة الشرعية وبعد صلاة العيد مباشرة، وسيظل الذبح طوال أيام التشريق الثلاث. الذبح يتم بطريقة صحيحة بالتنسيق مع الطب البيطري ومديرية التموين بمحافظة أسوان، ويشرف على ذلك مدير مديرية أسوان ومعه السادة المسؤولين، والسق بيصل إلى مستحقيه كاملا. الأضحى عيد وفرحة، وأجمل الأشياء فيه أضحية مقدمة بمناسبة حلوله من غني مقتدر لمتعفف محتاج. وليد هيكل، التلفزيون المصري.